أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: جلوس المرء ورجله ممدودة باتجاه الكعبة، هل فيه حرام أو سوء أدب مع الله أم لا شيء فيه؟ لا شيء فيه إنك تمد رجليك إلى الكعبة وأنت جالس، لأن هذا ما أعلم من فيه نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعمل ما هو أريح له، ولا يمنع شيء إلا بدليل. نعم.